السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة العائلة للصحة والمتعة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشارك معكم واحد فلفلة اللي هي مشرملة أو متبلة بواحد التوابل اللي تجي رائعة جدا. نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. يمكن لكم تقدموها في مائدة رمضان. إذا عجبكم الفيديو فما عليكم إلا تشجعوني بلايك ديالكم، كذلك بارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم لتعم الفائدة. وبالنسبة للناس الجدد معنا في القناة فمرحبا بكم وألف مرحبا. ما عليكم إلا تضغطوا على الزر الموجود تحت الفيديو هذا، الزر اللي باللون الأحمر، وكذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. ويلا ندوزوا دابا على بركة الله للمكونات وكذلك طريقة ديال التحضير. غادي نحتاجوا فلفل ألوان. كيف تتشوفوا معايا أنا استعملت هنا الأحمر والأصفر، يمكن لكم تستعملوا الأخضر، يمكن لكم تكتفيوا فقط بلون واحد فقط على حسب المتوفر عندكم في البيت. غادي نحتاجوا كذلك الثوم اللي قطعتها شرائح. بالنسبه للفلفل الاحمر او فلفل الوان فانا خديته غسلته مزيان وشويته فوق البوطه، كما يمكن لكم دهنوه بشويه ديال الزيت وتدخلوه للفران الى عندكم الشوايه فيه، ومن بعد ما يتشوى فانتم غادي ديروه في واحد البلاستيك غذائي تخليه حتى يعرق شويه وتزولوا ليه القشره ديالو، بلا ما تقوموا بالغسل ديالو، يعني من بعد ما نشويوه بلا ما نغسلوه ونقطعوه هكا على شكل طولي كيف تتشوفوا معايا. عندنا كذلك هنا جوج فصوص ديال الثومه، عندي الزعتر جاف وعندي التوابل. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا فقط الملح، الكمون، الفلفل الاحمر او البابريكا، فلفل اسود او الابزار، قزبر ومعدنوس، زيت الزيتون، واحد شويه ديال الخل. وندوزوا دابا على بركه الله للطريقه. غادي نديروا شويه ديال الزيت، غادي نضيفوا عليها الثومه، غادي نخليوها تقلى واحد شويه، ولكن ما خاصش اللون ديالها يتغير، فقط يعني غير واحد جوج دقائق حتى ثلاثه. وغادي نضيفوا الفلفل الوان، غادي نمزجوا الخليط وغادي نضيفوا التوابل. غادي نضيفوا جميع التوابل كيف تتشوفوا معايا مع الملح، وغادي نضيفوا هاد الزعتر هذا، غادي نحكوه ما بين اليدية على هاد الشكل هذا. بالنسبه للزعتر فهو تيعطيها واحد البنه اللي هي بنينه، تجي بنينه في المذاق. جربوا هاد الطريقه وردوا عليا الخبر. غادي نمزج الخليط ونخليه حتى يتشرب ليا هاد المكونات، عاد نضيف القزبر والمعدنوس. غادي نضيف واحد شويه ديال الخل، تقريبا واحد نص معلقه صغيره، غير شويه ما نكثروش. كيف تشوفوا معايا بعد ما خليتها يعني تشحرات مزيان في هاد التوابل هذه، فانا نضيف عليها دابا القزبر والمعدنوس. خليتها تقريبا واحد 5 دقائق. صافي دابا هاي وجدت لينا، غادي نطفي عليها النار ونقدمها لكم في الطبق ديال التقديم. نتمنى اخواتي هذه الفكره دي تكون نالت الاعجاب ديالكم، فهي تجي جديده بزاف وخفيفه. الى عجبكم الفيديو فما عليكم الا تشجعوني باللايك ديالكم، كذلك بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم لتعم الفائده. وبالنسبه للناس الجدد في القناه فمرحبا بكم والف مرحبا. ما عليكم الا تضغطوا على الزر الموجود تحت الفيديو هذا، الزر اللي باللون الاحمر، وكذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. ويلا نخليكم بالصحه والراحه. بسلام عليكم.